السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على مشروع التسك عاملاه اسمه بروجكت دالتون. المشروع ده لغاية دلوقتي هو في المختبر، بس ممكن تحمل البرنامج وتشتغل عليه. غالبا بعد ما هيجربوه فترة هيتم دمجه في أحد البرامج، ممكن يدمجوه مع ريفيت، ممكن يدمجوه مع سيفل 3D. بيعمل ايه دوت بيسمح للمصمم والمهندس ان هو يطور انظمة الانابيب والانابيب المعقدة بسرعة اكبر او بدقة اكبر، من خلال إن هو بيستخدم تكنولوجيا المحاكاة. بيديك نتائج دقيقة ضمن بيت التصميم، يعني مش حاجات زي الدوست كده، لأ، واجهة سهلة إنك تشتغل عليها. بتيجي هنا وبتلاقي مثلا إن أنت ممكن تغير الماتيريال وتغير خصائص الماتيريال نفسها، ومن خلال كده بعد كده بتقول له سولف، هو بيبدأ يديك التقارير. ممكن تقول له أنا عايز أشوف مثلا البريشر هيبقى عامل ازاي، الفيلوسيتي هيبقى الفلو ريت، وبيديك ألوان، والألوان دي بتبقى متطابقة مع الجدول اللي تحت دوت ماس فلو. هو برنامج كويس، وأتوقع إن هو هيتم دمجه مع أحد البرامج الكبيرة إن شاء الله، على أساس إن القيمة اللي أنت الحاجات القيمة اللي أنت تخرج بيها من البرنامج دوت اوتوماتيك تستخدمها في البرنامج زي الريفت او سيلف 3D او اوتوكاد ميب. ان شاء الله ان شاء الله البرنامج لو لذيذ، وان شاء الله تستفادوا منه.